مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. مرحبا بك معاذ. كيف يبدو الوضع في مدريد على صعيد هذه المظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتضامنة مع غزة وأهلها؟ نعم بدر، في الحقيقة يعني أنا سوف أخرج قليلا من الكادر هنا في العاصمة الإسبانية مدريد، هنا في هذا الحرم الجامعي في هذه اللحظات. هؤلاء الطلبة، يعني نحن نتحدث عن ما يقارب من 150 طالبا من مختلف الجامعات الإسبانية، يعني يعتصمون في هذا المكان، نصبوا خيامهم، نصبوا عشرات الخيام، وهو في الساعة 5 مساء في التوقيت المحلي. بشكل يومي يعقد هؤلاء الطلبة، دعنا نقول، اجتماعهم لتقرير الفعاليات المقررة في اليوم التالي. بدر، في الحقيقة بدر، هنا نحن نتحدث ليس فقط عن طلبة من الجامعات المحلية فقط، نحن نتحدث عن أساتذة في الجامعات. قابلنا مجموعة من الأساتذة من 7 جامعات حكومية مختلفة في العاصمة الإسبانية مدريد. هنا أيضا انضموا إلى طلبتهم في الاعتصام المفتوح هذا، المطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل الدولة الإسبانية، إضافة إلى طرد السفيرة الإسرائيلية في مدريد وعدم شراء الأسلحة وفرض العقوبات عليها. نحن نتحدث عن حراك هنا واسع في مختلف المدن الإسبانية، في فالنسيا، في برشلونة، في بلباو، في شمال إسبانيا، أيضا في غرناطة هذا اليوم، إضافة إلى جامعة ملقا. دعنا نقول كذلك أن الطلاب الموجودون هنا في هذه المنطقة بدر ليسوا فقط إسبان، نحن نتحدث عن طلاب فرنسيين، نتحدث عن طلاب أمريكان، نتحدث عن طلاب أيضا من مختلف الدول الأوروبية، التي دعنا نقول هذه الدول التي تقمع الحراك الطلابي الموجود هنالك. حتى هذه اللحظة هنا الأمور، دعنا نقول، الجامعة سمحت للطلاب بالاعتصام شريطة عدم وجود مشاكل، لكن الجامعة قالت أنه في حال حدوث مثلا مشاكل من قبيل هجوم مجموعات متطرفة أو هجوم مناصرين لإسرائيل، سوف تقوم باستدعاء الشرطة الإسبانية. دعنا نقول أن الحراك هنا في إسبانيا هو الأكثر تفاعلا مع القضية الفلسطينية، وهنا لا يوجد هذا الجو من العداء للحركات الفلسطينية المتضامنة مع فلسطين بدر، ومن المتوقع أن يستمر، ومن المتوقع أن تستمر دخول المزيد من الجامعات خلال الأيام القليلة القادمة. إليك بدر. شكرا جزيلا لك معاذ حامد مراسل التلفزيون العربي في مدريد.